تأتي هذه الورشة في إطار تعزيز وتمكين رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المنتخبين خلال المرحلة الأولى وصولا لتطبيق الأنظمة والقوانين ذات الشأن والاختصاص. وبالمناسبة سيكون استقبال لهذه الورشة وصولا لتحقيق احتياجات المواطنين وتمكينهم ضمن الأنظمة والقوانين. هاي الورشة بتتحدث كمان عن تدريب الرؤساء البلديات الجدد ومجالس البلدي الكروي في سبيل انه يكون رئيس البلديه او رئيس المجلس الكروي ملم بالمعلومات لصالح المواطنين. هذه واحده من اللقاءات اللي بتكون فيها الوزاره لرؤساء واعضاء الهيئات المحليه المنتخبين في المرحله الانتخابيه الاولى بهدف إطلاعهم على البيئة القانونية الناظمة لقطاع الحكم المحلي، إضافة إلى مجموعة الإجراءات اللي بيحتاجوها في عملهم خلال فترة عملهم في المرحلة هاي، وعلاقتهم مع مكونات القطاع وتعريفهم بهاي المكونات. طبعاً هذا البرنامج بيتم بالتعاون مع اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، إضافة إلى التعاون الألماني الجايزين. طبعاً ضمن خطة الوزارة وسياساتها في عملية توجيه وإرشاد الهيئات المحلية والإشراف عليها في عملها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بهذه الخدمات لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الحكم المحلي.